السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وان شاء الله حنوريكم الفول بعد اسبوعين من الزراعة واهم الخطوات اللي لازم تعملها خلال هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر بعد مرور اسبوعين من الزراعة، طبعا ما شاء الله اكتمل كامل الخطوط بالشكل هذا، وطبعا في نموات صغيرة ما زالت في طور النمو. فطبعا لما يكون النبات بالشكل هذا طبعا في معاملات لازم نبدأ نعملها. طبعا خلال المرحلة هذه لازم نتجنب التسميد بأي نوع من السماد، فقط نكتفي بري الفول الأخضر. لاحظنا ممكن بالشكل هذا. وطبعا خلال المرحلة هذه أهم حاجة لازم نعملها إنه إحنا نقوم بعزيق التربة. طبعا اليوم بدأنا بعزيق التربة بالشكل هذا طبعا للتخلص من الحشائش، لأنه طبعا في حشائش كثيرة بدأت تنمو، وإن شاء الله مع مرور الأيام حيتم العزيق بين النباتات لطبعا إزالة الحشائش الموجودة بجنب الفول بالشكل هذا. ولكن العزيق الأول قمنا بعزيق الخطوط بالشكل هذا، لاحظنا أمامكم. وطبعا بالنسبة لري الفول في المرحلة هذه طبعا الفول ما بيحتاج للري الكثير، يعني ري كل أسبوع ممتازة جدا للنبات، وطبعا ممنوع الري كل يوم. وطبعا بالنسبة للتسميد خلال المرحلة هذه ممنوع انه احنا نسمد النبات، لانه طبعا النبات ما زال صغير ومش متعود على الأسمدة، فلازم نستنى شوية يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة آخرين ونبدأ في تسميد الفول. ولكن في المرحلة هذه حنكتفي بري الفول وكذلك العزيق فقط. طبعا حتى ينمو الفول بيحتاج لمكان مناسب، يعني مكان معتدل، وكذلك لازم المكان اللي حتزرع فيه تصل له أشعة الشمس، لأنه طبعا الشمس مهمة جدا لنبات الفول خاصة خلال مرحلة النمو، لأنه طبعا النبات لو نما وما لقى الشمس ممكن يطول معاك ومش حيعطي أزهار. فالشمس مهمة جدا خلال المرحلة هذه حتى النبات ما بيطولش بالشكل هذا ويكون صغير بنفس يعني النباتات هذه بالشكل هذا. لاحظنا منكم. فطبعا قبل الزراعة حاول انك تختار مكان تصل له اشعة الشمس خاصة في الصباح الباكر او اوائل النهار. وان شاء الله حنتابع معاكم الفول خطوة خطوة مثل ما عودناكم في القناة، وان شاء الله حنتابع معاكم مرحلة التعطيش خطوة خطوة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. عندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.